نيفين. آسيا، خايفة. لو شو ما صار ما تخافي، بدي ضل جنبك. اطمني، بتوثقي فيني مو حبيبتي؟ رح افرجيك قيمتك. بس اتركوا. صباح الخير ماجد. احكي لي ابني، فضفض وفش قلبك. ممكن تقلي شو يلي خربط لك حياتك؟ شو بقى انفك ورمان؟ لا تقول تخانقت مشان نريمان هالمرة كمان. تركيني هلأ، مو فاضي لك. ماجد صدقني أنا مصدومة. شو صاير لك ابني؟ كرمال بنت عم تتزعرن أنت والناس، ما عم بقدر صدقه لهالشي. خلصنا حاجي. شوف ماجد، روح اتحمم ونزل لتحت. يلا أنا وأبوك عم نستناك. يلي بيحب حياته ما بيساوي مثلك. كل يلي صار ليلة امبارح من تحت راسك. ليلى الله يخليكي، مو ناقصتك. ايه طبعا، هن الاثنين رح يعلقوا بعض،
لأنك بفهمك الواحد إنك بتحبي لبين ما تختاري، بس مو ظابطة معك هالشغلة. توقعت تحكي هيك؟ ما كنت متوقعة إنه رح تصل الحكاية معهم لهون. اللي بيعشق خلاص ما بيعود يشوف شي على حقيقته. وماجد أرجي أغلو مفكر إنه بتحبيه لحاله. هلا أنتي ونيفين فهميني شو حكيتوا؟ ولا شي. بدك رأيي؟ أنتي ونيفين عدوا وحكوا سوا مع بعض. إلا ما يجي يوم ونحكي، وهالمشكلة شاغلة بالي ومشوشتني بجد. ممتاز، وهلأ شو؟ الخلاصة إنه أنا اللي قرر شو بدي، وما بدي العالم تقرر عني، بدي حل مشكلتي بنفسي كمان. ما تنسي اللي ساووا مبارح. رح ساوي حالي ما شفتهم بحياتي وانسى وعيش مثل ما أنا بدي. والله بيلزمك مصاري. المشكلة مو بس هون. لا تفكري كتير، موجودة المصاري وقدام عيونك. خالك يا روحي سليم دمرخان. شوفي روحي وطالبي بورثة أمك بشركة أرجي أغلو، أنت إلك حصة. لو منك أنا بطالب خالي وبقول له أعطيني حصتي. كريم، علاقة ماجد بهالبنت مو مثل ما مفكرين. خايفة يتهور ويرتبط فيها من ورانا هالمرة. من وين طلعت لي هالبنت؟ لك هي قلبت له كيانه للصبي. مبارح إجا أنفو ورمان متخانق مع حدا. حلو كتير، ابني صاير مثل الزعران يعني. كل يوم عم بنطلي على المرسم وهالشي كله كرمال ناريمان. أريج، ناريمان شو دخلها بالمرسم؟ ناريمان عم تاخد عندي دروس، لهيك حضرته كل شوي بلاقي عندي. وبلش يرسم كمان، بتصدق؟ بالظاهر انه عشقه لهالبنت فجر له مواهبه المدفونه. وانت شلون تسمحي له بهالشي؟ كيف تسالني هيك سؤال؟ شبك هني قدام عيوني كريم. يا عيني، تركتيه يدمر حاله قدام عيونك وساكته عليه. اذا عندك حل افضل ما تتصرف. صباح الخير، شو بو انفك مطروق بالحيط؟ وين كنت عم تطلع وقت طرقت فيه؟ مشغول بناريمان؟ مو هيك ابني؟ شوف إذا مصر إنه تضل معه هالبيت مستحيل إني اسمح لك تدخله. عن جد؟ عن جد؟ يعني شوف بيت تاني غير هاد، فهمت؟